وأنتقل بالمتابعة إلى المنوفية مع الزميل باسم أبو العنين. باسم، انقل لنا الصورة لديك ونرى أن السمة الغالبة كما ذكر زميلنا كريم أن الأعلام المصرية متواجدة وحاضرة مع الناخبين كنوع من أنواع الاحتفاء والفخر بهذا الاستحقاق الانتخابي. نعم، صباح الخير وتحياتي من محافظة المنوفية من مدينة شبين الكوم وتحديدا من لجنة مدرسة الشهيد نقيب عبد الرحيم السرس في شبين الكوم. نحن الآن في ثاني أيام التصويت على منصب اختيار رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024. يعني إذا رجعنا سريعا إلى الأمس، حيث كان هناك زخم كبير من الجمهور المواطنين رجالا ونساء وشيوخا ومن ذوي الهمم الذين أتوا لإعطاء صوتهم والتصويت والإدلاء بصوتهم في هذا الاستحقاق، باعتبار أن الصوت أمانة وأنهم يدركون أن صوتهم يعني يفرق وأنهم يجب أن يأتوا وأن يدلوا بشهادتهم أمام اللجنة لمن يشاءون. هذه اللجنة الرئيسية التي يتواجد بها لجنتان فرعيتان في شبين الكوم كانت الظاهرة الأميز بالأمس ظاهرة الأفواج، حيث كان الناس يأتون أفواجا، وفد من الأزهر الشريف، وفد من الكنيسة هنا، وفد من الجامعات كانوا يأتون إلى هنا. طبعا كانت الظاهرة الأميز أيضا بالفترة الصباحية التي امتدت من 9 صباحا وحتى 3 عصرا، كانت الحضور لكبار السن أو من ذوي الهمم، وكان لدينا ولا يزال كما نرى من خلفنا الأفراد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الذين يساعدون الحضور سواء من كبار السن أو من ذوي الهمم بخلال الكراسي المتحركة لإدخالهم وإخراجهم ومساعدتهم على الحركة من مدخل اللجنة وحتى الدخول ومن ثم إلى الخروج مرة أخرى. نحن نعلم جميعا أن الانتخابات تجرى بإشراف قضائي كامل، تحت يشرف عليها 15,000 قاضيا وتحت إشراف 14 منظمة حقوقية دولية. جاء إلى هنا وفد من الاتحاد الإفريقي بالأمس، مفوضية الاتحاد الإفريقي للإشراف والمتابعة على اللجنة وتفقدها. اليوم بقى الثاني من الانتخابات، السمة الأساسية التي لاحظتها اليوم وكانت الأكثر إشراقا وبهجة كما نرى حتى من خلفي حضور وفود من المدارس الابتدائية والإعدادية. كان الغرض الأساسي من هذا الحضور هو الحضور من أجل معايشة هذا الواقع وزرع داخل نفوس الطلاب والطالبات الأطفال أن هناك ما يسمى بانتخابات وما يسمى باستحقاق دستوري، ويعلموهم أن هذا أمر يخص الوطن وأن صوتهم كما قلت يفرق وأنهم يجب أن يشاركوا حين يصلوا للسن القانوني للمشاركة في هذه الانتخابات. طبعا ايضا من هذه الاوجه التي لاحظتها والسمه من السمات المميزه في هذا المكان هو الاهتمام الفعلي للامن على الابواب في الخارج بتفتيش كافه الداخلين الى اللجنه ومنع اي احد يرفع اي لافته او اي شعار او اي علم لاي مرشح او اي حزب للدخول به الى اللجنه التزاما بتعليمات الهيئه الوطنيه للانتخابات، الا اذا كان علم جمهوريه مصر العربيه فقط، هذا ما يصرح له بالدخول فقط الاعلام المصري. لدينا هذا اليوم هناك زخم من الصباح الباكر منذ الساعة 9 صباحا، نعم، حيث تم فتح باب اللجنة وانتظمت، نعم، في العمل بدون أي معوقات مثل الأمس، نعم، فتحت اللجنة أبوابها في 9 واليوم أيضا في 9 وعملية الاقتراع ما زالت جارية، وكما نرى هناك وفود تأتي وتذهب وأيضا عملية الاقتراع سارية وهناك زخم كبير من المواطنين، صحيح، الذين يقفون منذ ساعات الصباح الأولى أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم وأيضا بالاحتفال الوقوف للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة. أشكرك باسم أبو العينين من المنوفية ناقلا الصورة هناك حتى اللحظة، وبالتأكيد سنبقى معك على المتابعة على مدار اليوم.